عمر سامي MSPR في مايكروسوفت كلاب حلوان يونيفرسيتي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تول جديده من مايكروسوفت، هي مايكروسوفت ويب ماتريكس. هنعرف يعني ايه ويب ماتريكس وهاو تو يوز الويب ماتريكس. في البدايه انا عندي مايكروسوفت ويب ماتريكس، هو عباره عن IDE Integrated Development Environment، او ان هو تول بتساعدني اعمل ديفلوب لويب سايتس او ويب ابلكيشنز. طبعا بقدر اعمل كرييشن لستاتيك ويب بيجز او دايناميك ويب بيجز، وده اللي هنعرف ازاي بعمله خلال الديمو ده. انا دلوقتي اوريدي فاتحه الستارتنج بيج بتاعه الويب ماتريكس. زي ما احنا شايفين انا عندي فور انتري بوينتس عشان افتح ويب ماتريكس. اول انتري بوينت هي ماي سايتس. ماي سايتس دي بتخليني اقدر ان انا افتح ويب سايتس انا اوريدي عامله لها ديفلوب يوزنج الويب ماتريكس، وهي اوريدي سيفد عندي على الديفايس بتاعي. عندي بعد كده سايت فروم ويب جاليري. سايت فروم ويب جاليري عباره عن مجموعه اوبن سورس ابلكيشن. انا مثلا لو عايز اعمل بلوج ليا او اديفلوب ليا بلوج، بدل ما ابدا اديفلوب البلوج ده فروم سكراتش، فلا مايكروسوفت سهلت الموضوع ده. هي وفرت لي مجموعه اوبن سورس ابلكيشن، جاست ان انا بعمل لها انستول وداونلود خلال الويب ماتريكس، بيعمل لها انستول وداونلود ويفتحها لي جوه الويب ماتريكس بروجرام. بقدر ان انا اعمل كاستمايزيشن او موديفيكيشن لاي حاجه، اغير باك جراوند، ازود باتن، ازود فانكشناليتي معينه، بقدر اديفلوب بيها واعمل كاستمايزيشن زي ما انا عايزه. وانس ان انا خلصت كده اي هاف ماي اون بلوج، ببدا ان انا اعمل هوست او كده. دي كانت الانتري بوينت الثانيه. عندي الانتري بوينت الثالثه اللي هي سايت فروم تمبلت. سايت فروم تمبلت دي بقدر بيها ان انا اعمل امتي بروجكت او بلانك ويب سايت، بقدر ان انا اديفلوب فيه بقى بايدي اكتف كودنج يعني. عندي بعد كده الانتري بوينت نمبر 4 اللي هي سايت فروم فولدر. سايت فروم فولدر دي بقدر بيها ان انا افتح اي ويب سايت او اي ويب ابلكيشن انا اوريدي عامله لها ديفلوب او عامله لها كرييشن عندي، بس مش بالويب ماتريكس تكنولوجي، باي تول تاني. اوكي احنا دلوقتي هنفتح سايت فروم تمبلت عشان نعمل امتي سايت. اوكي انا كده اوريدي فتحت امتي سايت او بلانك بروجكت. زي ما احنا شايفين انا عندي في اللفت كورنر كده فور ورك سبيسز في الويب ماتريكس بروجرام. اول ورك سبيس اسمه سايت، تاني ورك سبيس اسمه فايل، داتا بيزز، ريبورتس. انا لو عايزه اعمل اد للبروجكت بتاعي، اد لفايل في البروجكت بتاعي او في الويب سايت بتاعي، فاكيد هروح على الورك سبيس اللي اسمه فايل. اوكي هعمل كرييت نيو فايل. من اهم الفيتشرز في الويب ماتريكس انه بيسبورت مالتيبل كودنج انترفيس، بمعنى ان انا ممكن اعمل دلوقتي HTML page، CSS page، JavaScript page او whatever. زي هنعمل HTML page. اوكي اوكي هو كده اوريدي فتح لي البيج بتاعتي. ممكن اكتب الكود اللي انا عايزاه فيها مثلا. زي مثلا نكتب التايتل. مايكروسوفت تك كلاب. اوكي انا ممكن مثلا اغير باك جراوند بتاعت البيج. تمام دي ستاتيك بيج بسيطه جدا يوزنج ال HTML بس مش اكتر. دلوقتي انا مثلا لو عايزه ارن،
اوكي ده كان شكل الرننج، هي استاتيك بيج بسيطه جدا ما فيهاش غير الستيتمنت اللي احنا كتبناها. اوكي انا اوريدي خلصت، اي هوب انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. ثانكس ا لوت.